روح شريه بعد شوي في مسبح، في صاله، في جلسه خارجيه، لكن مش في الدمام. كثير راح تتغطي في الدمام يقول نبي شريهات في الخبر. هذا في منطقه العزيه قريب البحر، مرتب شيء يعجبك، بس بناخذ شويه حلا وكوكيز وكريب وقهوه شاهي وبالراحه. شاهي قهوه، هذا ماني بانكيك، وفي عندهم كريب وفي وافل وعندهم كوكيز وتمر، وفي المهيت، وهذا كله من ديوانيه شاله على طريق مجلس التعاون العربي. تطلبوا اللي تبون وتاخذونه وانت رايحين للبحر. حبيبنا ابيك تزيد لي وافل وكريب، تمام؟ تمام. وجهزها لي. يا سلام عليك. خلينا نضبط لك كوب شاي. كوب شاي؟ عطنا كوب شاي سفي. تمام. يعطيك العافيه. عطنا شاهي شاله لين نوصل الشريحه. وصلنا الشريحات، اربع شريحات كلها نموذج واحد. هنا عندنا وهم تدخلون جلسه خارجيه، هنا المسبح، الزاويه هذه لعبة اطفال، في كرسي هزاز، في نافوره، هناك اتوقع دوره مياه بنشوفها الان. هنا الشاور، هذا خارجيا. يقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه: راحه الجسم في قله الطعام، وراحه النفس في قله الاثام، وراحه القلب في قله الاهتمام، اما راحه اللسان فهي في قله الكلام. من الساحة الخارجية هنا والمسبح نجي هنا عندنا الصالة. الصالة كبيرة ما شاء الله، ليست صغيرة. وهنا عندنا طاولة الطعام، وهنا المطبخ والثلاجة. في غرفتين نوم بنشوفها الحين من ضمن الشريح. سعر الشريح أيام أسبوع 1000 ريال، أما المتابعين بسعر 900 ريال، والويكند للمتابعين 1200 ريال. الأيام محدودة المتوفر عندهم، تقدر تحجزونها على الرقم اللي ظاهر لكم على الشاشة. المسبح، الصالة، هنا عندنا غرفتين نوم، هذه الرئيسية معها تكرمون دورة مياه. هذه الغرفة جاهزة. أنا أشوف هنا الدريشة تطل على الساحة الخارجية، على المسبح والجلسة الخارجية. غرفة النوم الثانية من قبلها على طول، دورة مياه هنا، هذه غرفة النوم الثانية. نحلي بس، ناخذ قهوة ونحط لكم الرقم، اللي بيحجز يلحق.